بسم الله الرحمن الرحيم المحاضره هذه حول المجال المغناطيسي واستخداماته للفصل الرابع في المرحله الاولى كليه العلوم قسم الفيزياء مسائي مثل ما اخذنا محاضره المجال الكهربائي سابقا ان ممكن ايجاد المجال الكهربائي من معرفه او من وضع شحنه اختباريه موجبه داخل المجال ستتأثر بقوة قوة كهربائية رمزنا لها FE واتجاه هذه القوة يمثل اتجاه خطوط المجال الكهربائي إذا وجود القوة الكهربائية الـ F شرط حدوثها وجودها هو وجود مجال كهربائي اللي يتولد من شحنة قيمتها Q الآن نفس المفهوم تقريبا في المجال المغناطيسي إذا كان عندي مغناطيس بقطبين طبعا مغناطيس شمالي نورث وجنوبي ساوث دائما خطوط المجال تنبع من القطب الشمالي وتنتهي بالقطب الجنوبي يعني اذا وضعنا هنا قطب اختباري وهو شمالي راح يتنافر ويا القطب الشمالي لذلك يكون اتجاه تاثير القوه المغناطيسيه عليه مع اتجاه خطوط المجال المغناطيسي هنا إن شرط تولد القوه المغناطيسيه مو تماما مثل ما عندنا بالمجال الكهربائي، المجال الكهربائي شرط تود القوة الكهربائية هو وجود ايش؟ وجود شحنة. الشحنة الاختبارية اللي توضع داخل المجال الكهربائي مو شرط ان تكون متحركة، مجرد وجودها داخل مجال الكهربائي راح تتأثر بقوة، إما تنافر وإما تجاذب حسب نوع الشحنة. بينما المجال المغناطيسي لا مو هذا الشرط، هناك الموضوع يختلف. الآن خلينا نفرض عندي مجال مغناطيسي نرمز له باتجاه محور اكس وعندي شحنه موجوده موضوعه موجبه مثلا داخل هذا المجال المغناطيسي اذا وضعت الشحنه دون ان تتحرك فلا تاثير للقوه المغناطيسيه عليها لكن من تتحرك بسرعه معينه قيمتها في باتجاه لنفرض عمودي على يمن على المجال المغناطيسي بي ذاك الوقت من تتحرك بسرعه في راح تتولد عندي magnetic فورس القوة المغناطيسية تتجه باتجاه عمودي على المستوي اللي يحوي السرعة والمجال المغناطيسي اذا ما معناه قانون الاف FB اللي هو القوة المغناطيسية كمتجه يساوي للشحنة المتحركة قيمتها يعني في كروس product between velocity and magnetic field يعني الفي V as a vector كمتجه كروس البي از ريكتور هذا ضرب اتجاهي كروس برودكت اذا اشيل علامه ضرب اتجاهي بالتاكيد نعرف احنا بالفيزياء شو يصير الاف بي هاي هنا ماجنيتيود او قيمه قيمه القوه المغناطيسيه تساوي قيمه الشحنه كيو مضروبه في السرعه مضروبه في شده المجال في ساين فاي او ثيتا اللي موجوده وين بيناتهم بين, بين الفي وبين البي ان كانت هذه الزاويه تساوي 90 درجه الساين مالتها واحد معناتها الاف شو تساوي لي كيو في v في في بي الساين راح يكون واحد اذا الشروط اللي لازم تتوفر لوجود القوة المغناطيسية هي كما يلي يعني أولا أن يكون الجسم الموجود ضمن المجال أو داخل المجال مشحون مو بس أن يكون مشحون وإنما يجب أن يكون متحرك إذا الحركة هي شرط أساسي لنشوء القوه المغناطيسيه على شحنه موجوده داخل مجال المغناطيسي. بعد ان لا يكون اتجاه حركته حركه الشحنه بشكل موازي لخطوط المجال المغناطيسي، يعني شنو؟ يعني اذا كان عندي المجال المغناطيسي اتجاهه باتجاه محور اكس، السرعه ممكن تكون باتجاه المجال B ايضا باتجاه اكس، ليش؟ لانه زائد بيناتهم صفر والساين زيرو زيرو، معناته ماكو قوه مغناطيسيه. اذا شرط تولد القوه المغناطيسيه ان تكون هناك اكو زاويه بين الفي وبين البي مو شرط ان تكون هاي الزاويه 90 درجه 90 درجه راح تكون عندي ماكسيمم فاليو اوف ماجنتيك فورس يعني اعلى قيمه للقوه المغناطيسيه لكن من تكون اقل من 90 لا تكون القوه اقل بس موجوده موجوده القوه اذا اذا كان سرعه الجسم مع اتجاه المجال بنفس الاتجاه اي زاويه صفر او عكس الاتجاه يعني الزاويه 180 راح عندي الساين قيمته زيرو ولا وجود للقوة المغناطيسية إذا الآن خلي نفرض إذا عندي مغناطيس دائمي وقربت من من؟ من شاشه التلفزيون هاي الشاشة الكاثودية القديمة الشاشة الكاثودية القديمة احنا نعرف الصورة شلون تطلع بسقوط الكترونات من انبوبة القاذفة وسقوطها على الشاشه المتفلوره من الداخل وتتولد عندي الصوره. اذا اكو الكترونات متحركة من قرب مغناطيسي دائمي من الشاشه من الامام راح اشوف عندي ستة تشوه في الصوره ليش؟ بانه هالمجال المغناطيسي الخارجي اثر عليه من اثر على الشحنات المتحركه هي الالكترونات وبالتالي انشا قوه مغناطيسيه تحاول تعيق او تحرك الكترونات الى اتجاهات اخرى فنشوف الصوره راح يتغير شكلها. عندي هنا سؤالين يا ريت لو تفكرون بي وتجاوبون عليه السؤال الأول What's the difference between electric and ما الفرق بين القوة الكهربائية والقوة المغناطيسية؟ القوة الكهربائية رجعوا إلى فصل المجال الكهربائي وشوفوا شنو مواصفاتها وشنو تأثيرها وين اتجاهها ابحثوها من كل الجوانب وقارنوها بالقوة المغناطيسية وشروط تكونها السؤال الثاني explain if there is a work done with these two kinds of forces. هل هناك شغل منجز بفعل هذه القوتين على الشحنة؟ يعني القوة الكهربائية والقوة المغناطيسية تنجز شغل على الشحنة أم لا؟ فسر الإجابة هذا. هذا مثال حتى نعرف هاي القوانين اللي راحت أو القانون راح شلون راح نطبقه. A moving electron with velocity 8 في 10 قوة 6 متر على الثانية. الكترون متحرك بسرعة 8 في 10 قوة 6 متر على الثانية وين اتجاه الحركة مالته؟ in x direction اتجاه الموجب لx in a magnetic field داخل مجال كهربائي الشدة مالته 0.025 تسلا الزاوية اللي بيناتهم 60 درجة المجال يصنع زاوية قيمتها 60 درجة مع محور x واثنيناتهم وين صايرين؟ في المستوي xy السرعه والمجال المغناطيسي اتجاهه اثنينهم بالمستوى xy. المطلوب الآن شنو؟ find the magnetic force أوجد القوة المغناطيسية and electron acceleration وتعجيل الإلكترون. قوة المغناطيسية شو راح نوجدها؟ قانونها شو يقول؟ الشحنة q في v في b في ساين الزاوية الموجودة بين يعني السرعة والمجال. ال q هو ألكترون شحنته معروفة. ال v من طينياها. وانتبه للوحدات ايضا متر بالثانيه تسلا اوكي ماكو اشكال في شده المجال في ساين 60 بكل بساطه كالكوليتر موجوده عندي اقدر اضرب هذه الارقام واطلع قيمه القوه تساوي 2 ثمانية عشر في 10 قوة سالب عشر نيوتن المطلوب الثاني يريد الكترون اكسلريشن تعجيل الالكترون عندي قانون نيوتن الثاني في الحركه يقول قوة تساوي الكتله في التعجيل القوه انا طلعتها والكتله كتله الكترون شو يبقى عندي؟ يبقى عندي التعجيل اذا التعجيل يساوي القوه على الكتله القوه وجدت والكتله موجوده اوكي طبعا هاي 2.8 هاي اثنين هنا المفروض هنا بالطبع هاي 2.8 هنا لازم اقسم ذول الرقمين ويطلع عندي القيمه النهائيه متر الثانيه تربيع هذه قيمه التعجيل الكترون مثال بسيط تطبيقه بسيط لكن ينطيني فكره شلون اتعامل ويا قانون القوه المغناطيسيه وكيفيه حسابها. مثال اخر بروتون متحرك في مجال مغناطيسي بسرعه 3.2 في 10 قوه 7 متر على الثانيه in a direction بيا اتجاه in a direction perpendicular to the magnetic field في اتجاه عمودي على المجال المغناطيسي. اذا دي يقول لي السرعه عموديه على المجال معناتها الزاويه بيناتهم ايش قد؟ 90 درجه. منطيني شدة المجال بي تساوي 1.2 في 10 قوة ناقص 3 تسلا المطلوب find the magnetic force بسيط جدا التطبيق تطبيق مباشر شحنة في 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 بي ساين ثيتا وثيتا هي 90 ساين مالتها واحد يطلع عندي مقدار القوة بالنيوتن مثال آخر وهذا شوية المثال حلو ويراد له شوية دقة وتفكير بشكل ملي An electron that has an instantaneous velocity. عندي الكترون سرعته الآنيه هذه منطيها في تساوي 2 في 10 قوه 6i زائد 3 في 10 قوه 6j متر بالثانيه، هذا شنو معناتها؟ معناتها الفي هي هنا منطينيها فيكتور متجه. وين موجوده الفكتور؟ مائله بالربع الاول بين المستوي اكس Y الاتجاهات الموجبه. شلون عرفناها؟ من وجود هذه. 2 في 10 قوة 6 اي هذا اليونت فيكتور باتجاه الاكس زائد 3 في 10 قوة 6 جي هذا اليونت فيكتور الجي باتجاه محور الموجب واي اذا هذه مائله بالربع الاول. از موفينج ثرو ا يونيفورم ماجنتيك فيلد متحركه داخل مجال مغناطيسي منتظم. شقد الشده مالته؟ 0.03 اي ناقص 0.15 جي تسلا. هذا بيا ربع موجود هو ايضا بالمستوى اكس واي بس وين؟ بيا ربع. باوع 0.03i اذا هو اتجاه الموجب لمحور السينات ناقص معناته باتجاه السالب لمحور y اتجاه السالب لمحور y ناقص 0.15j اتجاه المحور المحور y السالب وين يصير للاسفل و بالموجب اذا هي بالربع الرابع معناتها القوة السرعة موجودة بالربع الأول والبي موجود بالربع الرابع واثنينهم فيكتورات المفروض أني اعرف الزاويه الموجوده بيناتهم لكن الزاويه ما منطيني اياها بالسؤال، اذا شو اسوي؟ الجا الى القانون هذا الاصلي مال القوه اللي يقول لي كيو في في كروس بي ما اقول ساين ثيتا لان ما عندي ثيتا. في كروس بي راح احسبهم من حساب الكروس برودكت بين متجهين. هذا قانون حساب الكروس برودكت. اجي شلون أحسب في كروس بي؟ اي determinate بالصف الاول اي جي كي. الصف الثاني معاملات الفي اللي هي باتجاه اي 2 في 10 قوه 6، اتجاه جي 3 في 10 قوه 6، اتجاه كي 0 لان ما عندي هنا كي، اذا هي زيرو. الصف الثالث منو؟ البي. هذا عندك كروس برودكت اي جي كي فوق الصف الثاني اول متجه، الصف الثالث ثاني متجه. البي شنو احداثياته؟ منطينيها 0.03 باتجاه اي. ناقص 0.15 باتجاه جي وكي ما موجود 0. اجي شلون احسبه هسه؟ عمليه الحساب اخذ الصف الاول اقول اي في الغي هذا العمود وهذا الصف شو يبقى عندي؟ يبقى عندي هذا. اضرب قطر رئيسي ناقص قطر ثانوي يعني 3 في 10 قوه 6 في صفر ناقص صفر في ناقص 0.15 فصفر ناقص صفر صفر اذا اي مضروبه في صفر. هذه اي ناقص ليش ناقص؟ لان احنا قلنا الاشاره مال الكروس برودكشن اطلعها اشوف كل مقدار انا دا اشتغل عليه وين موجود بيا صف وبيا عمود الاي كانت صف اول عمود اول واحد زائد واحد اثنين معناته زوجي واذا زوجي الاشاره تبقى كما هي الجي وين موجوده صف اول عمود ثاني واحد واثنين ثلاثه فردي الفردي اذا تقلب العلامه الجي كانت علامتها موجب تصير سالب أجهز الغي هذا الصف والغي هذا العمود شق عندي رئيسي ناقص ثانوي اثنين في عشرة قوة ستة في صفر صفر ناقص صفر في 0.03 صفر صفر ناقص صفر باتجاه جي يطلع الناتج بعدين صفر الكي الكي أولا إشارتها موجبة جبل ينصف أول عمود ثالث واحد وثلاثة أربعة زوجي فتبقى العلامة كما هي ما تغير إذا أجي ألغي هذا الصف وألغي هذا العمود شو عندي اثنين في عشرة قوة ستة في سالب 0.15 هذه ناقص ثلاثة في عشرة قوة ستة في 0.03 الاتجاه كي هذا كلها صفارة ذني يروحن يبقى عندي بس هذا المقدار أصف فيه أضرب هذا في هذا ناقص هذا في هذا ويطلع عند الناتج أطرحهم ذولا يطلع عند الناتج النهائي قد راح يكون هذا الناتج النهائي باتجاه السالب وين السالب كي يعني باتجاه السالب لمحور زد إذا راح يكون اتجاه القوة المغناطيسية باتجاه السالب لمحور زد باوع السرعه في والمجال بي كانوا اثنيناتهم بالمستوي اكس واي طلعت عندي القوه وين باتجاه السالب لمحور زد يعني عموديه عليهم فعلا. اذا القوه المناطقيه هسه شلون احسبها؟ كيو هاي موجوده عندي مضروبه في الكروس برودكت طلعت نتيجه از والناتج طلعت عندي هذه وهي باتجاه الكي هذا ناتج القوه نيوتن باتجاه محور زد للاسفل لانه سالب. هذا مثال شوي حلو بس يراد شويه معلومات عن من عن كيفيه التعامل مع المتجهات وايجاد الكروس برودكت الان كانت عندي شحنه موج... تشارج بارتكل شحنه موجوده في مجال مغناطيسي منتظم وكيفيه حركتها شلون تكون لو نجي الى هذا الشكل الموجود امامنا هاي الفي شنو هاي الفي هي اتجاه المجال المغناطيسي متجه من وجهي الى الشاشه او الى الورقه أي معناته هو نافذ باتجاه الورقة بينما إذا كانت هذه بالشكل نقاط معناته وين جاي, جاي من الورقة علي معناته راح تكون نقاط المجال هسه المغناطيسي خلينا نقول متجه نحو الورقة أوكي إذا عندي هسه في الجسم مشحون وموجود داخل مجال مغناطيسي ومتحرك حركته شو راح تكون حركته راح تكون على شكل حركة دائرية هذا اتجاه السرعة هذا اتجاهه اتجاه المجال نافذ غادي اذا القوه المغناطيسيه دائما شو تكون؟ عموديه. عموديه وين تتجه؟ نحو المركز، نحو مركز هذه الدائره، المسار الدائري. اذا هذه القوه متجهه نحو المركز في اي مكان موجود به الشحنة دائما تتجه القوه الاف بي مغناطيسيه نحو المركز. هل معناتها هذه القوه او الشحنه هذه راح دائما تقترب شوية شوي بفعل القوه المغناطيسيه نحو المركز ويختفي المسار الدائري؟ لا طبعا. ليش؟ لانها سيبقى وضع اتزان. بو حركتها دائما باتجاه حركة المماس لهذه الدائرة إذا لابد أن يكون موجودة قوة معاكسة للقوة المغناطيسية تساويها بالمقدار وتعاكسها بالاتجاه حتى تحافظ على المسار الدائري هاي القوة احنا كنا نسميها قوة الطاردة المركزية اللي هي قيمتها ام في سكوير اوفر ار ام في سكوير اوفر ار هاي نسميها القوة الطاردة المركزية إذا هذه مثل ما احنا اذا تتذكرون حجر نخليه بحبل ونبدي نفره بايدينا شلون يبدي يفتر؟ يفتر بحركه دائريه وباللحظه اللي انا يعني افلت بها الحبل كنا نقول بانه دائما الحجر يتجه وين؟ باتجاه المماس في تلك اللحظه المماس يعني باتجاه السرعه لان السرعه دائما باتجاه المماس لهذا المسار الدائري اذا لو اجي على هذا القانون الاف هي كيو في بي ساين ثيتا اذا ثيتا هي 90 طبعا 90 إن هاي السرعه في والبي عمودي عليها في الزاويه 90 اذا يبقى عندي القوه المغناطيسيه كيو في بي هاي كيو في بي شو تساوي لي؟ تساوي القوة المركزية، الطاردة المركزية ام في سكوير اوفر ار. إذا صار عندي طرف طرفين المعادلة أقدر أصفيهم، هاي الفي ويا السكوير تروح يطلع عندي هذا، يصير عندي القانون النهائي لإيجاد سرعة الجسيم المشحون داخل مجال مغناطيسي اللي يدور بمسار دائري. باو هنا إذا الشحنة ثابتة، كالكترون او بروتون مثلا شحنه ثابته وشده المجال منتظم وثابته والام كتله كتل الجزيئين مشحون ثابته اذا من المتغير بقى عندي؟ بقى عندي الفي والار معناتها سرعه الجسيم سرعه دورانه تعتمد على من تعتمد على نصف القطر والعكس صحيح الار ايضا يعتمد على السرعه كل ما تزيد السرعه يزيد نصف القطر وكل ما تقل السرعه يقل نصف القطر هذا هو اللي نصف قطر الدوران اللي هو ار هاي تفيدنا وين هاي العلاقه؟ تفيدنا في دراسه او في شرح جهاز السايكروترون او المعجل نسميه. خلينا نشوف جهاز السايكروترون شلون نشرحه وشنو علاقته بهذا القانون. قبل ما نقوله خلينا نشوف هذا المثال اكزامبل الكترون متحرك في مسار دائري circular path with a radius r من طيني نصف نفس العلاقه اللي شرحت منطيني نصف قطر المسار الدائري 0.53 متر اتى ماجنتيك فيلد مجال مغناطيسي شده مالته 1.57 تسلا يريد الكاينتيك انرجي الطاقه الحركيه المن للالكترون شلون القى الطاقه الحركيه؟ قانون الطاقه الحركيه نصف ام في سكوير معروفه هذه اذا لازم عندي سرعه سرعه الدوران الفي حتى اقدر لانه الكتله ام كتله الكترون معروفه حتى اطلع الطاقه الحركيه لازم عندي سرعه منين احسب السرعه؟ من هذا العلاقه اللي شفناها قبل شوي كيو في نصف القطر من المسار الدائري R في المجال المغناطيسي الشد مال بي على كتله الجسيم الدائر اللي Q شحنه الكترون هذه معروفه R نصف القطر هو منطينية بوحده المتر ما بيها تغيير المجال المغناطيسي بي منطية التسلا ايضا ما بيه تغيير على كتله الالكترون وهي محفوظه معروفه هذه اقسم هاي الارقام ويطلع عندي قد مقدار الفي متر على الثانيه اجي اطبقها بقانون الكاينتيك انرجي كي تساوي نصف ام في سكوير، الام كتله الالكترون معروفه نصف وهذه السرعه مربع تطلع عندي بوحده الجول، تطبيق بسيط وفكرته ايضا بسيطه. نجي هذا جهاز الالكترون، ما هو جهاز الالكترون؟ هو بشكل عام هذا المقطع تصويري يعني له. هذه عندي جزئين على شكل حرف دي باللغه الانجليزيه هنا. مرتبطين باوسيليترز هذا ينطي تيار متناوب وظيفته هذا الاوتيلتر ينطيني مجال كهربائي وين في الفجوه اللي موجوده بين هذول الشكلين حرف الدي. هذا المجال الكهربائي شنو وظيفته؟ وظيفته يسرع من, من من حركه الايونات الموجوده في ذلك المكان، هذا الشكل هنا أنا يولد لي ايون او يطلع لي ايون. تبدي حركه الايون بهذا الشكل حسب ما قلنا قبل شويه الشحنه اذا موجوده مجال مغناطيسي فراح تفتر بشكل دائري. اذا من تجي الجسيم يبدي يفوت بهذه الفجوه المجال الكهربائي راح يعجل من 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 سرعته راح ينطيه في اكبر يزيد سرعته ومن يزيد سرعته قلنا قبل شويه السرعه ويا من تتناسب مع نصف القطر معناته راح يزيد نصف القطر لذلك ما راح يبقى يحافظ على مسار داني وراح يصير مسار حلزوني اهليجي خلينا نقول لذلك راح ياخذ هذا المسار من يوصل هنا ايضا راح يعجل يجي يزيد نصف القطر يوصل هنا يعجل يزيد نصف القطر وهكذا راح نشوفه يفتر بمسار اهليجي او حلزوني الى ان يوصل الى حافه ذول الجزئين الدي ويقذف من مكان ما الى الهدف وخليني طبعا حسب الغرض من هذه التجربه لدراسه مثلا الكريستال ستراكشر مال الماده او شيء من القبيل هذا يستفاد منه وظيفه هذا الجهاز هو مجرد تعجيل الايونات المشحونه. هذا احنا نسميه السايكلوترون وهو ايضا تطبيق فيزيائي لمن لحركه شحنه داخل مجال مغناطيسي منتظم بشكل عمودي راح يكون المسار ماته مسار دائري. الآن انا عندي ماجنتيك فورس هو المغناطيسيه المؤثر على اليمن على حامل للتيار اللي هو خلينا نقول واير مثلا من نحاس طبعا الواير هو اسطواني الشكل الى مساحه مقطع والى طول معين خلينا نفرض هذا السلك طوله ال هذه طوله ال مساحه مقطع مالته هي A موجود عندي مجال مغناطيسي هذا B راح تت الموجوده متحركه بي طبعا راح تتولد عندي قوه مغناطيسيه عموديه على اليمن على المستوي اللي يحوي السرعه والمجال المغناطيسي هاي قوه اف بي اوكي هنا شنو فرق هذا الكلام عن ذاك ونعيده نفسه لا هنا انا عندي الـ 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 الواير هذا او السلك هذا طول مالته ال مساحه مقطع مالته اي التيار اللي حملة اي شده المجموطيسي بي تنشا عندي قوه لكن حتى نحسب القوه المؤثره على السلك اللي هي الاف بي اول مره علينا ان نجد ايش؟ حاصل ضرب هذه القوه المؤثره على الشحنه بعدد الشحنات في هذا السلك. انا ما عندي مثل مساعده نقول شحنه واحده عددها واحد الكترون واحد مثلا لا. انا عندي مجموعه من الشحنات موجوده وين؟ في كل هذا السلك اي ما معناه عندي كثافه حجميه للشحنه لذلك مساحه المقطع في طول السلك ينطيني حجم في عدد الشحنات راح يطلع عندي الكثافه الحجميه للشحنه الموجوده هذه ال ان وين تنضرب لازم؟ تنضرب بهذا المقدار فراح تتغير قيمه الاف بي راح تصير الاف بي تساوي لي كيو في كروس بي يعني كيو في بي ساين ثيتا كيو في كروس بي في ان اي ال ان عدد الشحنات الاي مساحه المقطع والال طول السلك من افتح هذه المعادله وادخل الساين بها واذا زاوية 90 الساين يصير واحد شقه عندي كيو في بي ان اي ال الان كيو في اي هذه كلها هو نسميه احنا التيار قيمه التيار هذه معادلته لذلك ممكن ارفع هذه المقادير اللي هي اي وصير عندي قانون جديد يربط القوه المغناطيسيه بيمن بطول السلك والتيار المار بي والمجال المغناطيسي. سابقا كان عندي اذا شحنه واحده قيمه الشحنه والسرعه مالتها والمجال المغناطيسي والزاويه الموجوده بين الفي والبي. هنا اذا كان عندي سلك القوه المغناطيسيه كقيمه الاي والال والبي مضروبين. أحد تقول لي اذا فكتور اتعامل ويا دكتور الاي ال كروس بي هنا إل هو الطول الكروس دائما اتجاه الال مع من مع اتجاه التيار الاي او السرعه نفسها لذلك هذه نحسب حساب من ناخذ ال كفكتر نحسب حساب هو اتجاه من هو اتجاه التيار شوف هسه هذا الشلك السلك هذا عندي سلك هذا اتجاه التيار هذا اتجاه البي هذا اتجاه القوه هاي الزاويه الموجوده بينهما هذا هو اتجاه القوه هنا نفس الشيء هنا no, هذا حسب هذا المثال هذا الرسم تابع لهذا المثال خلينا نشوف هذا المثال هو تطبيق على هذا الكلام شو يقول a straight horizontal length of copper wire عندي سلك نحاسي مستقيم افقي uh, uh, has a current قيمه التيار المار بي 28 امبير يريد شنو وات ار ذا ماجنتيك اند دايركشن ماجنيتيود اند دايركشن القيمه والاتجاه المن اوف ذا مينيمم ماجنتيك فيلد شوف هنا الحلو بالسؤال شنو هنا نعم ما يريد القوه المغناطيسيه عندي سلك موجود واير يمر بيه تيار كهربائي وال ما منطيني السرعة ما منطيني اياها ما منطيني غير بس التيار يقول ايش قد اقل قيمه للبي هذه هذا هو السلك كان ما نافذ للورقه ايش قد اقل قيمه للبي حتى يتزن هذا السلك تكون قوه جذب الارض ام جي للواير مساويه القوه المغناطيسيه الاف بي للاعلى شوف يقول Uh, uh, what are the magnitude and direction of the minimum magnetic field be needed to suspend the wire that is يبقى, to balance the gravitational force on it حتى يبقى متزن بحيث gravitational force يعني القوة جذب الأرض مساوية المن للقوة المغناطيسية هنا بعدين أكمل هاي التكملة خلنا أشرح القانون وأرجع على هاي العبارة آخر سطر القانون شو يقول يقول القوة المغناطيسية هنا أنا شرط ما للحل السؤال هو مساوية المن للقوة جذب الأرض القوه المغناطيسيه شو تساوي لي اي ال بي ساين ثيتا تساوي لي منو ام جي هاي الزاويه 90 درجه ماشي اذا اي ال بي يساوي لي ام جي اي ال يساوي ام جي هو شي يريد يريد مينيمم magnitude اوف بي اذا بي شو تساوي لي ام على اي ال من اجي اطبق هو قال لي ما قال لي شنو الـ 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 الشحنات اللي موجوده حتى اعرف كتلتها شنو بس قال لي تيار راح تقولون جوز الكترون اوكي انا ما اقدر افرض كيف المهم ام في جي على اي ال الاي هو من طينيات لكن ذولا كلهم شنو ما موجودين الجي بالله التاجي الارضي معروف 9.8 بالعشره متر على الثانيه تربيع اذا الاي والجي معلومه بس الام على ال ما عندي اجي اكمل السؤال شي يقول هاي منطيه هند هو مساعد يعني يقول ذا لينير دنسيتي الكثافه الخطيه اللي هي شنو هي بين قوسين ماس بير يونت لينث الكتله على الطول اوف ذا واير 46 و6 بالعشره جرام على المتر اذا هو منطي منطي الكثافه الطوليه هذه للشحنه منطيها اذا الام على ال وحدها قيمتها 46 و6 بالعشره فاشيل دول اثنيناتهم اعوض عنهم 46 و6 بالعشره والجي معلومه والاي التيار معلوم راح يطلع عندي قد مقدار البي بالتسلا هذا اقل مجال مغناطيسي لان يبقى الواير محتفظ باتزانه قوة جذب الأرض مساوية للقوة المغناطيسية هذا سؤال كلش حلو ممكن تركزون عليه هنا إذا كان عندي الواير أو السلك منحني يعني مو ستريت مو مستقيم منحني ورد أطلع القوة المغناطيسية المؤثرة عليه هنا أخذ إذا كان هذا هو عندي السلك يسري به تيار آي هذا اتجاه التيار وهذا اتجاه المجال المغناطيسي أجي أخذ جزء من عنده إحنا نسميه دي أس مثل ما تذكرون بالمجال الكهربائي ناخذ جزء من سطح كان غير منتظم في وقتها اخذنا دي اي ومره اخذنا دي كيو حسب نوع السؤال ناخذنا دي اس جزء من من, من التيار جزء من الطول فالاف بي ايش راح تساوي لي؟ مو قلنا اي في ال في بي هنا اي في هذا الجزء اللي هو دي اس سميناه تحت التكامل كروس بي لازم نطلع قيمه هذا التكامل التكامل الدي اس اس وبعدين نعوض بي ناقص اي فراح يكون عندي البي ناقص اي اسميه الطول هذا ال برايم هذا طول مال السلك فيصير عندي الاف بي اي ال برايم كروس بي ما معنى؟ التيار او الـ 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 القوه المغناطيسيه اللي تنشا عندي في سلك منحني بين نقطتين اي أيوة و بي هو نفسه تماما القوه المغناطيسيه لو كان طول السلك اي الى بي ستريت يعني مو طول المنحني هذا إذا افتح يطلع اكبر من ال برايم لكن هنا في هذا السؤال يطلع عندي القوة المغناطيسية هي القوة المؤثرة على سلك لو كان طوله من A إلى B هذا L برايم خلينا نشوف هذا السؤال ولو بشوية شوية معلومات هنا يجوز ما مر عليكم سابقا أنا إذا عندي سلك أو نصف قطر دائرة العلوي ومغلق بهذا الشكل هذا ستريت أوكي ويمر تيار هذا اتجاهه counterclockwise عكس عقرب الساعه هذا اتجاه شنو المطلوب؟ خلينا نشوف ليت بي يساوي لنا بي جي بوعد جي يونت فيكتور باتجاه من اتجاه الواي الموجب هذا شوفوا لي فوق اند اف1 اند اف2 ذا فورسز اكتنج اون ذا ستريت سيجمنت ستريت سيجمنت هو هذا هذا الجزء المستقيم هذا الجزء المستقيم تاثر عليه يا قوه اف1 نكمل يقول F1 and F2 forces acting on the citrate segment يعني F1 على citrate segment على هذا المستقيم and the semicircular parts والجزء النصف دائرة هذا نصف دائرة respectively يعني بالتتالي أو بالتناوب يعني F1 هي للcitrate وF2 هي للجزء القوس هذا okay, using figure, figure هو هذا and noting that, مع ذات مع ملاحظة that The length of the stray segment is 2R طبعاً. لأن يعني هذا نصف قطر دائرة، نصف قطر المسار هو R. هذا R وهذا R، فطول الجزء المستقيم هذا هو 2R. إذا القوة F1 حتى نحسبها هذه شلون أطلعها؟ هنا راح أتعامل فيكتورات. I في L كفكتر كروس B. أجي أعوض ال F1 شلون شو تساوي؟ ال I هذا التيار. هنا أنا من أمشي أنا هذا التيار، هذا اتجاهه. هذا اتجاه وين اتجاه اتجاه الموجب لمحور السينات محور اكس لذلك 2 ار اللي هو ال -L, الطول مالته اتجاهها اي هذا اليونت فيكتور اتجاه الموجب لمحور اكس كروس بي بي باتجاه اتجاه باتجاه جي لان الى الاعلى فايش راح يصير عندي احنا عندنا بالفيكتورز الكروس برودكت مال فيكتورز اليونت فيكتور الاي اذا اي كروس جي ينطيني موجب كي الاي كروس جي ينطيني موجب كي لكن جي كروس اي ينطيني ماينس كي ناقص كي تجاه المعاكس اذا من اضربهم دولة كلهم شو يصير عندي يصير عندي 2 اي ار بي قيمته باتجاه الكي لان كروس برودكت راح يصير اي كروس جي ينطيني كي هاي قيمه الاف 1 اجي احسب الاف 2 هذا اتجاه التيار تنسوا الاف 2 راح اخذ جزء يعني هذا مو ستريت دي اس مثل ما قلنا قبل شوي هذا دي اس فايش راح اخذ حتى احسب الاف 2 اجي الدي اس هذا بس هذا خلينا نشوفه يساوي لي ار دي ثيتا في هذا المقدار هذا المقدار شوفوا احنا ما نقدر نشرحه هسه بالتفصيل لان هذا اكو عندنا لا تذكرون بالمحاور انواع عندي محاور تسمى محاور كارتيزيه عندي محاور يسموها قطبيه بولر كوردينيتس عندي محاور سيلندريكال كوردينيتس اسطوانيه عندي سيركلر سفيريكال uh, uh, عندي كرويه وهكذا واي محاور عندي انواع فهذا الدي ثيتا هي محاور بولر هذه محاور قطبيه اذا بالتحويل راح تكون الدي اس تساوي لي ار دي ثيتا مضروبه في ناقص ساين ثيتا باتجاه اي زائد كوساين ثيتا باتجاه جي اذا هذا هو مكان من مكان الدي اس فحتى اوجد اف 2 اي دي اس كروس بي هاي الاي تبقى الدي اس كروس بي البي هذا موجود شو يبقى عندي؟ يبقى عندي الدي اس مكانه من دي اس ار دي ثيتا في هذا القوس ومن ابدي اضرب الكروس برودكت لهذا القوس ويا هذا يطلع عندي ناقص اي بي ار ساين فيتا دي فيتا باتجاه من؟ باتجاه كي السالب اتجاه زد السالب وحتى هذه دي اف طبعا وحتى اطلع الاف اخذ تكامل الطرفين تطلع عندي اف 2 هذه الناقص هذه الناقص اي بي ار كي ثابت كونستنت تطلع برا شو يبقى عندي؟ يبقى عندي بس الساين ثيتا دي ثيتا التكامل عليها يصير حدود التكامل منين؟ من صفر الى باي من صفر الى باي هاي يعني كلها نصف دوره من صفر الى باي ساين ثيتا دي ثيتا وتكامل الساين تعرفونه ماينس كوساين ابدي اطلع مكان التكامل ماينس كوساين واعوض الاعلى الباي ناقص الاسفل يطلع عندي كل مقداره اثنين فاذا الناتج راح يصير <applause> ناقص 2 اي بي ار باتجاه السالب لكي باوع الاف 1 وين باتجاه الموجب لزد قيمتها 2 اي بي ار بي والاف 2 باتجاه السالب لزد قيمتها ناقص 2 اي بي ار باتجاه السالب متعاكستان معناتها فمعناتها النت فورس او القوه المحصله لهما هي حاصل جمعهم والناتج يطلع عندي صفر لان مساويات بالمقدار ومتعاكسات بالاتجاه الان هسه خلينا نعرف ما معنى التورك او العزم انا اذا عندي هسه هذه آآ آآ لفه من سلك موصل على شكل ريكتانجلر او مستطيل هذا المستطيل العرض مالته A والطول مالته B وموجود عندي بالسنتر بالمركز المحاور الثلاثة X, Y, Z رسمناها هنا حتى من نحكي عن تدويره التدويره يكون حول هذه النقطة حول المركز الأوريجن هنا اتجاه الاف باتجاه الموجب لمحور اكس اتجاه التيار هو هذا كاونتر كلوك هذا عكس عقرب الساعه لو نجي على هذا الجزء الواحد وهذا الجزء الثلاثه نشوف القوه بيناتهم القوه هناك بذيك المكان تساوي صفر على هذا السلك ليش؟ لانه اتجاه البي واتجاه الاي متعاكسات يعني الزاويه 180 والساين 180 يساوي لي زيرو لذلك القيمه القوه المغناطيسيه تساوي صفر. هنا هذا اتجاه التيار ونفس اتجاه البي يعني الزاويه صفر وساين زيرو ايضا زيرو لذلك الاف بي قيمتها زيرو اذا هنا القوه صفر وهنا القوه صفر اذا القوه وين تنشا على هذا العرض الاي وعلى هذا العرض ايضا دول السلكين هم راح تنشا عليهم قوتين راح القوتين متعاكستان ليش؟ لان يعني التيار في هذا الجزء وهذا اتجاهه والتيار بهذا الجزء هذا اتجاه متعاكسه لذلك كل واحد راح تتغير اشاره القوه المغناطيسيه المؤثره عليه. نجي علي f اف2 شلون نحسبها؟ اف2 كفكتر شو تساوي لي؟ انا عندي القانون شو يقول؟ اي ال بي ساين ثيتا او اي ال كروس بي. هاي الاي، نجي ال. L. ال L هو شنو؟ ال هذه f 2 باوع ال ال. الطول مال السلك كله اي. ليش خلينا ناقص جي باتجاه السالب لمحور واي؟ لان اتجاه التيار هذا. احنا قلنا ال نتعامل وياها كفكتر مع اتجاه التيار او السرعه اللي تمشي بها الالكترونات او التيار اذا اتجاه التيار هذا يعني نحو من نحو اتجاه السالب لواي لذلك خليتها ناقص اي اي طول السلك هذا مكان ال ناقص اي جي يعني هذا الناقص جي هي اتجاه ترى بس هو طول السلك اي كروس بي البي وين اتجاهها باتجاه السينات الموجب اكس اذا هو اي وجي كروس اي ينطيني ماينس كي فماينس كي ويا هاي الماينس صير موجب كي اذا اف2 قيمتها اي في اي في بي اتجاهها وين الى الاعلى الموجب لزد من اجي احسب الاف4 هذه ايضا اي تيار هذه الاي وين اتجاهها مع اتجاه التيار هذا اتجاه التيار يعني اتجاه الموجب لواي اذا هي صارت اي في جي كروس منو كروس بي اي الجي كروس اي هو ناقص كي J كروس I بالفكتورز ناقص K إذا ال F4 قيمتها ناقص I A B في K هاي الناقص وال K هم اتجاه القيمة مالتها هي I A في B إذا راح نشوف ال 2 وال 4 متعاكسات معناته راح يحاولون ذني القوتين ايش بيهم يدورون هذه اللفة باتجاه أقرب الساعة بهذا الشكل يدوروه فمن يدوروا هذا اساس عمل من؟ اساس عمل المحرك. اللي احنا ننطي تيار ونحصل على حركه دورانيه هذا اتجاه اساس عمل الموتور نقول عليه او الموتور او الماطور نقول عليه شلون الماطور المبرد المحرك الان التورك العزم شلون احسبه انتم بشكل عام تذكرون عزم القوى بالعتلات كنا نقول القوه في ذراعها هنا أنا العزوم انا عندي راح احاول اخليها وين على هذه النقطه اخذ العزوم اذا هي العزوم انا اخذها على النقطه عندي قوه اف2 عندي قوه اف4 من نجي على اف2 من وذراعها الاف2 الذراع دائما هو المسافه بين مركز او نقطه تاثير القوه عن من عن محور الدوران او نقطه الدوران منا الى هنا هي نصف بي هذا بي كله منا الى هنا هو نصف بي اذا نصف بي اتجاه من اتجاه السالب ل X ناقص اي اتجاه السالب ل X ناقص اي مضروب بمن من بالاف 2 اذا هاي القوه في ذراعها زائد f 4 f 4 هاي قيمتها كفكتر بمن مضروبه مضروبه بالنصف بي باتجاه الموجب لاكس هذا اتجاه نصف بي هاي بي كلها نصف بي باتجاه الموجب لاكس ومن اجي احسب هذا المقدار واحسب هذا المقدار يعني عندي الاف 2 والاف 4 حسبتهم ذولا اعوض عنهم يطلع عندي مقدار من مقدار التورك العزم قيمته تساوي اي اي بي جي باتجاه جي يعني باتجاه الواي الموجب الى الاعلى اي اي بي جي لان الاي في بي هي مساحه مقطع الحلقه او المستطيل هذا هذه شوفي قاعده اليد اليمنى حتى نعرف اتجاه القوه وين في مسائل من هذا النوع اتجاه الاصابع مع اتجاه الماجنتيك فيلد اتجاه المجال المغناطيسي اتجاه الابهام دائما يشير الى اتجاه سريان التيار بالسلك <applause> راحة الإبهام الأمامية وليست الخلفية راحة الإبهام الأمامية تشير باتجاه الماغنتيك فورس أو القوة المغناطيسية <applause> الآن ما هو التورك أو العزم وين؟ on a current loop in a uniform magnetic field على حلقة حلقة يعني ملف على شكل حلقة إذاً نطلع التورك عليها هي إيه القوانين نفس القوانين التورك هو قانون اي في اي كروس بي يعني لو نرجع للشريحه السابقه بوع اي اي في بي الاي والبي هنا بيناتهم كروس معناته اكو نقول عليها ساين اذا نريد فهو يتعامل مع من التورك مع الاي والبي مساحه الحلقه والمجال المغناطيسي نرجع هسه هذه الشريحه التورك هو اي اي كروس B اوكي هذا نسمي احنا ماجنتيك دايبول مومنت الاي اي اذا معناته التورك شى يساوي لي يساوي لي ماجنتيك دايبول مومنت از ا كروس بي المجال المغناطيسي از ا فيكتور معناته اليو في بي في ساين الزاويه الموجوده بيناتهم ومكان اليو اقدر اعوض ان اي اي ليش لانه هو ان عدد اللفات الاي التيار والاي مساحه مقطع هذه اللفه هذا شلون نعين اتجاه الماجنتيك دايبول مومنت باتجاه باتجاه من استخدام قاعده في اليد اليمنى لف الاصابع مع اتجاه سريان التيار بالدائره الابهام دائما يشير لي للماجنتيك دايبول مومنت اللي هو ميو از ا مثال على هذا الحكي ا لوب كوندكتور عندي موصل على شكل مستطيل حلقة مستطيلة وذ أبعاد هذا العرض وهذا الطول 5 و 4 في 8 و 5 سنتيمتر دايمنشن and with 25 لفة يعني الان ساوي 25 والتيار اللي مر بها 15 ملي أمبير طبعا هذا ملي أمبير يحول أمبير بالسؤال هنشوفه magnetic field 0.35 تسلا was affected أثر هذا المجال وين this loop أثر على هذه الملف بشكل متوازي parallel to its plane موازيا إلى المساحة مالتها هاي مساحة اللفات وهذا هو المجال يعني موازي إلى المساحة طبعا لا تنسون المساحة العمود على المساحة هو هذا بس اللفة هذه المساحة مالتها فالمغناطيس هو موازي إلمن إلى المساحة شيريد يريد find magnetic dipole moment يريد mu and torque الميو احنا شلون نحسبها n i a N I أي اوكي الان 25 لفه الاي التيار معطيني ا الاي المساحه الطول في العرض بعد ما احولها الى المتر يطلع عندي مقدار الميو ايش قد التورك هو ميو بي ساين ثيتا معناتها الثيتا طبعا 90 فالميو ويل بي هاي الميو وهاي البي يطلع عندي قيمه التورك هول افكت ما معناه شوفوا هو ميل حاملات الشحنة سواء كانت موجبة أو سالبة المن للإنزياح نحو الأطراف في الموصلات الكهربائية هذا من في سمي كوندكتر أشباه الموصلات بسبب المجال المغناطيسي المطبق والمتعرض له ينشأ عن ذلك فرق جهد يسمى جهد هول اللي هو في بين الأقطاب المتعاكسة في الموصل الكهربائي تعتمد قطبيته على إشارة هذه الحاملات يعني إن كانت حاملات الشحنه هي الموجبه، ليش قلنا سيمي كوندكتر؟ لانه يعني في اه اذا تذكرون ان بي ان بي ان بي مره واحده حاملات شحنه نقول عليها موجبه ومره سالبه. هذه القوه التي تحرف التيار عن مسار احنا نسميها في قوه لورنس شوفوا هذا السلك اللي يمر به هذا اتجاه التيار، هذا جزء من السلك احنا كبرناه بهذا الشكل حتى نشرح الهول إيفكت هذا جزء من من, من السلك وما عندي هنا فد بليت مثلا هاي شكلها لا. وانا مكبر حتى نشرح الهول افكت شنو تفسيره المكان اللي يمر به التيار هنا المتاثر بيه بالمجال المغناطيسي شوف هذا البي مؤثر وين على هذا القطعه على هذا المكان فقط المؤثر المجال المغناطيسي مؤثر على هذه القطعه ايش راح يسوي راح يحرف الالكترونات نحو الحافات الموصل الحافات الخارجيه ان كانت سالبه تصير منه وان كانت موجبه تصير الى هذا الاتجاه باتجاه متعاكسين، المهم حاملات الشحنة راح تنحرف إلى إحدى الاتجاهين اتجاهات السلك حسب نوع ال... الحاملات إن كانت موجبة أو سالبة بفعل المجال المغناطيسي. راح ينشأ عندي فرق جهد في بين طرفي هاي القطعة الموصلة آسف هذا فرق جهد بنقدر نقيسه نسميه فرق جهد هول اللي أيضا قطبية موجبة وسالبة وقانون فرق الجهد فرق جهد هول إذا قال لي بسؤال فايند هول فولتج القياس مالته هو اي في بي على ان اي e, دي شنو ذني المع... المعلومات مالته الاي هو تيار البي شده المجال مغناطيسي والان هو كثافه حاملات الشحنه الاي e شحنه الالكترون ان كان الشحنات هي الكترون ومكان الاي e اذا كانت غير شحنه شحنه بروتون هي نفس الشحنه الدي سمك هذا السلك شوف ايش قد ايضا ممكن نطبقه بالقانون ويطلع عندي فرق جهد يسمى هو فولتج. هذا تاثيرهم لهنا انتهت المحاضره هاي الخاصه بالفصل الرابع. نتمنى نكون استفادتوا من ولو كانت هي بشكل سريع، لكن انتم اذا راجعتوا الفيديو اكثر من مره وانتبهتوا له جيد ممكن تفهمون ما موجود به. واشكركم جزيل الشكر على المتابعه.